ضحوا فإن لحومها ودماءها سيناله التقوى بلا نقصان. العيد أضحى فالدماء رخيصة مهراقة للواحد الديان. هي سنة بعد الذبيح وإنها من خير ما يهدى من القربان. إنها سنة أبينا إبراهيم المؤكدة ويكره تركها لمن قدر عليها، كما أن ذبحها أفضل من التصدق بثمنها. وتجزئ الشاه عن واحد ولا بأس أن يشرك معه أهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. ثم إنه يجب على المضحي أن يراعي شروط الأضحية الثلاثة، فأولها أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا وهو 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة كاملة في المعز، وستة أشهر في الضأن. والشرط الثاني أن تكون الأضحية سالمة من العيوب التي نهى عنها الشارع، وهي 4 عيوب: العرجاء التي لا تعانق الصحيحة في المشي، والمريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. وكلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها فهي أفضل. والشرط الثالث أن تقع الأضحية في الوقت المحدد، وهو الفراغ من صلاة العيد، وينتهي بغروب اليوم الثالث بعد العيد، فصارت الأيام 4. ثم ليرفق الجميع بالبهيمة، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحد شفرته، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى في ذبح البهيمة. ثم ليسمي أحدكم عند ذبحها، لأن الله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ويستحب للمضحي أن يأكل منها ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجزار أجرته منها. فضحوا واهدوا، تقبل الله ضحاياكم وهداياكم.